أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقاتنا عن استكشاف جواهر القاهرة الخفية مع موزايك كلاب. يصحبكم في هذه الجولة زين. نحن هنا في قلب صحراء المماليك أو جبانة المماليك الشمالية. يقع خلفي الآن مجموعة الأمير كوركوماس، وهو كان أحد مماليك السلطان الأشرف أبو النصر قايد باي، أحد أعظم سلاطين المماليك الشراكسة والمماليك بوجه عام. هذه المجموعة تشتمل على طباق، وهذا الطباق كان أشبه ما يكون بمعسكرات التدريب للجيش في وقتنا الحالي، وكان مخصص لفئة معينة ولجنسية معينة من المماليك لكي يتم تدريبهم معا وتربيتهم معا، وبعد ذلك يتم إلحاقهم بمعية المملوك أو الأمير الذين جاءوا تحت أمرة اسمه. أسفل منها هناك بيت للصلاة به العديد من المحاريب، به محراب لتحديد اتجاه القبلة، ويقع خلف هذا المحراب ويقع أمام هذا المحراب ساحة كبيرة تسمى بساحة دفن العتقاء، كانت مخصصة لدفن عتقاء المماليك الذين لم يملكوا المال ليشتروا لنفسهم أو ليخصصوا لنفسهم مدفنا خاص. إذا تحركنا للشمال قليلا، لجهة الشمال قليلا، سنرى مدخل المدرسة، وهذا المدخل يؤدي إلى المدرسة والخلاوي التي كانت موجودة في الخنقاء. في الدور العلوي أمام قبة الدفنة التي دفن أسفل منها الأمير أمير كبير كوركوماس، هناك مقعد للأمير كان يجتمع بأتباعه ومحظيه. إذا تحركنا قليلا بعد المقعد هناك المسجد والمدرسة، كذلك هناك المئذنة، أضف إلى ذلك هناك السبيل والكتاب. في خلف مجموعة أمير كبير كوركوماس تقع مجموعة السلطان الأشرف أينال، وهو أيضا أحد سلاطين المماليك. كنت مع زيارة قصيرة لمجموعة أمير كبير كوركوماس في قلب جبانة المماليك الشمالية. إن أردتم أن تعرفوا المزيد نرجو أن تشتركوا معنا في صفحتنا على اليوتيوب، كذلك أن تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك موزايك كلاب إيجي، كذلك يمكنكم أن تتواصلوا معنا عن طريق الواتس أب 002-01-001-06-0685. شكرا، مع السلامة.